بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل محاضرتنا عن الانفلونس لاين، هذا الجزء الثاني من المحاضرة. بالمحاضرة السابقة عرفنا شنو هو الانفلونس لاين، وشرحنا الطرق الرئيسية لرسم الانفلونس لاين، وأخذنا مثال واحد على الطريقة الأولى اللي هي طريقة التيبل tabulated values. المثال الثاني عندنا بيم، هذا البيم بي اوفر هانجينج من سبورت بي. المثال مطلوب من عندنا construct influence line for اولا reaction at A and B، يعني يريد ال AY وال BY support A و support B، الشير بنقطة C. نقطة C هي منتصف المسافة بين support A و B على مسافة 4 متر من كلا السبورتين، والبندنج مومنت at point C. مثل ما شرحنا الطريقة الأولى اللي هي طريقة tabulated values، نسوي جدول ونخلي قيم لx ونخلي الفانكشنز الأخرى موجودة عندنا بالأعمدة الأخرى. فقلنا راح نبدأ بx يساوي صفر، نخلي معناها اللود هنا. فإذا خلينا اللود هنا الـ AY راح يكون عندنا قيمته واحد، الـ BY راح تكون قيمته صفر، فإذا خلينا اللود في نقطة A اللي هي نعتبرها هي الأكس هنا راح تكون صفر. طبعا هي منا عندي نقطة الأصل، هي هذه نقطة A، كل ما أتحرك بهالاتجاه الأكس تزيد عندي، يعني أوصل نقطة C الأكس تكون عندي 4، أوصل نقطة B الأكس تكون عندي 8، أوصل لآخر نقطة اللي هنا ما منطينها رمز، خلنا نقول نطيها رمز D، هنا راح تكون الأكس عندي 12. فأول نقطة هي support A، راح أخلي اللود هنا أوتوماتيكيا الرياكشن أو اللود كله راح ينتقل للرياكشن، فراح يكون واحد، فإذا هنا الـ AY واحد، فالـ BY أوتوماتيكيا راح يكون صفر، يعني summation FY يساوي صفر، راح يكون واحد بواحد، هذا راح يكون صفر. الشير بنقطة C إذا أخذت free body diagram من هالجهة، اللود موجود هنا عندي، هنا رياكشن صفر، فإذا أوتوماتيكيا الشير هنا راح يكون صفر. المومنت ايضا بنقطة C راح يكون صفر، ليش؟ لانه اذا اخذت free body diagram هنا راح يبين عندي شير axial force ومومنت، المومنت ايضا راح يكون صفر لانه هنا ما عندي قوة تسبب لي عزم. احرك اللود او اللود يتحرك عندي الى نقطة C اللي هي النقطة المهمة عندي بالنسبة للشير والمومنت، راح اخلي اللود هنا واحسب الرياكشنز. اذا خليت اللود هنا راح يكون الرياكشن عندي الـ AY قيمته 0.5 لأنه اللود منتصف المسافة، فراح يتوزع اللود مناصفة بين السبورتين، والبي واي أيضا راح يكون 0.5. فإذا إذا الأكس 4 أي واي 0.5 البي واي 0.5، هنا عندي الشير، الشير راح ينطيني قيمتين مثل ما أخذنا بالمثال السابق. مباشرة قبل السبورت just to the left، إذا يسار السبورت هنا اخذ هذا فري بودي دايجرام هذا الجزء، فراح يكون عندي هنا ايضا 0.5 لانه هذا 0.5، راح يكون عندي شير هنا مقداره 0.5 نحو الاسفل وهذا نحو الاعلى، راح يفر لي كاونتر كلوك وايز فراح ينطيني قيمه سالبه، فاذا هنا راح ينطيني قيمه سالبه ناقص 0.5. مجرد حركت للود just to the right مباشره على يمين نقطه C، بس باقي هو طبعا بمنتصف المسافه ايضا يعطيني 0.5 و 0.5، هالمره راح اخذ هذا الجزء هو كفري بودي دايجرام، فهنا 0.5 هنا شير راح يعطيني 0.5 نحو الاسفل، راح اشوفه يفر لي باتجاه عقرب الساعه، وقلنا اذا شير يفر لي باتجاه عقرب الساعه راح يكون موجب. فاذا هنا قيمتين عندي، اذا كانت الاكس 4 تكون عندي قيمتين للشير، واحده ناقص 0.5 والثانيه زائد 0.5. اجي بالنسبة للمومنت بنقطة C، عندما يكون اللود على نقطة C يعني على مسافة X 4، فاخذ free body diagram سواء هذا الجزء او هذا الجزء، فاخذ هذا الجزء عندي هنا 0.5 الرياكشن، هنا الشير راح يكون ايضا 0.5 نحو الاسفل ومومنت بنفس الوقت. اذا اخذت bending moment حول نقطة C فهذا راح تسبب لي عزم اللي مقداره 0.5 في الذراع اللي هو 4، راح يكون مقدار العزم 2 وراح يكون موجب، ليش؟ لانه يسبب لي تقعر compression نحو الاعلى
وتنشن نحو الأسفل قلنا هذا راح يكون موجب. أحرك للود راح يصير عندي على السبورت بي، يعني معناها الأكس صارت عندي 8، فثمانية هنا عندما يكون اللود هنا الأي واي ايش قد قيمته؟ راح تكون قيمته صفر، لأنه مباشرة ينتقل للسبورت، وهذا أخذوها دائما نقطة بديهية، عندما يكون اللود على السبورت كل القيم الباقية راح تصفر عندي، ما عدا الرياكشن اللي بالسبورت راح ينتقل كل اللود اللي مقداره واحد إلى السبورت. فإذا أي واي راح يكون صفر، البي واي راح يكون واحد، الشير بنقطة سي أيضا راح يكون صفر لأنه راح أخذ هذا فريبود دياجرام، هذا الجزء هنا عندي هنا رياكشن صفر، فإذا هنا الشير أيضا راح يكون صفر. أيضا البيندنج مومنت بنقطة سي عندما يكون اللود بنقطة بي راح يكون صفر، ليش؟ لأنه أخذ هذا الفريبود دياجرام، فراح يكون صفر في 4 راح يساوي لي صفر. أحرك للود وأخليه بآخر نقطة بالبيم، يعني معناها الأكس قيمته هنا 12، ف 12 إذا خليت اللود هنا راح يصير عندي رياكشن هنا وأيضا رياكشن هنا، لكن هذا الرياكشن راح يكون نحو الأسفل لأنه اللود هذا يشتغل على هاي الكانتريفر يحاول يفر لي هذا البيم باتجاه عقرب الساعة، فالرياكشن هنا راح يكون نحو الأسفل، آخذ مومنت حول نقطة بي راح تطلع قيمة الرياكشن مقدارها هي 0.5، بما أنه نحو الأسفل فراح يكون minus 0.5. summation f y يساوي صفر راح ينطيني البي واي، عندي هنا واحد نحو الأسفل وهنا 0.5 نحو الأسفل، إذا هذا summation f y لازم يكون 1.5 نحو الأعلى، راح تكون قيمته 1.5 نحو الأعلى. الشير أيضا راح أخذ أقطع هنا وأخذ هذا الجزء، راح يكون عندي رياكشن نحو الأسفل هنا وهنا الشير راح يكون نحو الأعلى، فمقداره طبعا 0.5، بما انه يفر لي عكس اتجاه عقرب الساعة، وقلنا اذا الشير يفر عكس اتجاه عقرب الساعة ناخذه بالسالب، فإنه راح يكون minus 0.5. المومنت هنا ايضا اخذ هذا السكشن هذا الجزء، عندي هنا 0.5 نحو الاسفل في 4 راح يكون 2 بالسالب راح يكون minus 2. كلة النقاط عندي طبعا انا مثل ما قلنا هو خط مستقيم احتاج فقط نقطتين، اذا عرفت اني نقطتين اقدر ارسم البقيه، لكن هنا لانه احنا في بدايه المحاضرات فلازم ناخذ اكثر من نقطه حتى نعرف شلون نجي. فنرسم الاي واي، نجي نرسم الاي واي، عندي هاي نقطه وهاي نقطه وهاي نقطه وهاي نقطه، انا بامكاني ارسم قلنا فقط عن طريق نقطتين. فاول نقطه 0 1 هي هذه 0 1 0 1، النقطة الثانية 4.5 اللي هي هذه، النقطة الثالثة 8 0 8، يعني امشي 8 0 هنا، 12 ناقص 0.5، امشي 12 اللي هي هاي ناقص 0.5، اجر بيناتهم خط، هذا يمثل لي هو الانفلونس لاين للرياكشن بنقطة اي اللي هو اي واي. اجي على الشير هنا اخذ هذا الكولوم وهذا الكولوم، فصفر صفر 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 هذه النقطة، 4 minus 0.5 اللي هي هذه النقطة، أجر بيناتهم خط، 4.5 هذه النقطة أوصل بيناتهم، 8 0 هذه النقطة، وثمانية والعفو 12 ناقص 0.5 اللي هي آخر نقطة هذه، فأجر بيناتهم خط هنا. هذا يمثل لي هو رسم الانفلونس لاين بالنسبة للشير بنقطة سي. بالنسبة للبي واي الرياكشن بنقطة بي راح يكون عندي هذا الكولوم وهذا الكولوم، 0 0 هذه النقطة 0 0، 4.5 هاي النقطة 4.5، 8 1 هذه 8 1، و 12 1.5 اللي هي هاي النقطة، اجر بيناتهم خط، فراح يكون هذا هو الانفلونس لاين. بالإمكان أخذ نقطة 0 0 والنقطة 12 1.5 وأرسم بيناتهم خط. آخر رسم مطلوب من يمي هو المومنت بنقطة سي، 0 0 هذا هو 0 0، 4 2 هاي النقطة هي 4 2، 8 0 هاي النقطة هي 8 0، و 12 ناقص 0.5 جر بيناتهم خطوط
إذن عندي هنا كمل الرسم. المثال الثالث والمثال الأخير يعني أيضا مثال بسيط وسهل، بس هنا عندي كانتليفر ومطلوب من عندي أرسم الانفلونس لاين للرياكشن بنقطة A، المومنت بنقطة A، والشير بنقطة B، نقطة B هي منتصف الكانتليفر، والمومنت أيضا بنقطة B. أيضا نفس الطريقة، عندي اللود أعتبره هنا وأحركه على طول البيم، أرسم الجدول مالتي، أخلي قيم للإكس وأخلي الفانكشنز الأي واي، المومنت بأي، الشير بنقطة بي، والمومنت بنقطة بي. طبعا قلنا إحنا بإمكان أنه يكون عندنا نقطتين لأنه خط مستقيم، بس مثلا عندي هذه هنا نقطة بمنتصف البيم، هنا يحتاج أكثر من نقطة لأنه هاي راح تكون هي كنقطة حرجة، فبداية البيم وهاي النقطة وهاي النقطة راح تكون مهمة عندي. بالنسبة للأي واي، إذا أخلي اللود هنا الأي واي راح يكون واحد. إذا حركت اللود بأي مكان هنا، بما أنه هذا سبورت، فوين ما أخلي اللود من آخر سميشن أف واي يساوي صفر، فالأي واي راح يكون دائما واحد مساوي لهاي القيمة. ماكو سبورت يشاركه هنا، مجرد سبورت واحد اللي هو الفيكس، فعلى كل القيم لأكس راح يكون الأي واي واحد. من أجي أرسم هذا الشكل راح يكون بهالشكل، هذا خط مستقيم افقي. اذا هذا هو الانفلونس لاين بالنسبه للرياكشن بنقطه A. بالنسبه للشير بنقطه B، عندما اخلي اللود هنا شير يصير عندي هنا؟ ما يصير عندي هنا، لانه هالجزء هذا راح يكون خالي من الاحمال، فمن اخر سكشن هنا راح يكون عندي صفر. اذا حركت اللود الى نقطه B ما راح يكون عندي، مجرد عبرت نقطة B بهالاتجاه صار عندي واحد، لأنه من آخر سكشن هنا وعندي اللود هنا مقداره واحد، الشير هنا ينطيني واحد. أشوف الشير دائما هنا يفر لي باتجاه عقرب الساعة، فإذا راح يكون واحد، فراح تكون قيمته واحد. فإذا من يوصل عندي قيمة الأكس ستة، بالبداية على يسار البي راح ينطيني صفر، مجرد صار على يمين البي انطاني قيمة واحد. بالنسبة للمومنت بنقطة A، المومنت بنقطة A اخلي اللود هنا، المومنت هنا يصير عندي مومنت؟ طبعا ما يصير عندي مومنت اذا خليت اللود هنا، لانه اي ذراع للمومنت للقوة ما عندي، فاذا الذراع صفر، فالمومنت بنقطة A راح يكون صفر. فاذا اذا اكس صفر، المومنت بنقطة A راح يكون صفر. حركت للود وخليته بمنتصف المسافة، أنا أخذت نقطة هنا منتصف المسافة اللي هي منتصف المسافة بين A و B، فمن آخذ هنا، هنا الرياكشن راح يكون عندي واحد، من آخذ عزم حول هاي النقطة راح يكون واحد في الذراع اللي هو ثلاثة، لأنه المسافة بين القوة، فإذا هنا راح ينطيني ثلاثة قيمة العزم. زين، سالب لو موجب، احنا اتفقنا انه اي عزم يسبب لي تنشن نحو الاعلى وتنشن بالاعلى وكمبريشن بالاسفل، راح يكون هذا بالسالب يعني تحدب، فاذا بالسالب. حركت للود صار نقطة B، فصار العزم هنا ازداد لانه الذراع كبرت، فواحد في ستة راح يكون ناقص ستة، وهكذا الى ان اخلي اللود هنا راح يكون العزم عندي هنا مقداره واحد في 12 بالسالب، فراح يكون ناقص 12. من اجي ارسم هاي النقاط الاكس والمومنت راح ينطيني هذا الشكل هنا بالسالب. طبعا المفروض هنا اخلي اشارة سالبة، هنا المفروض اخلي اشارة موجبة، وهنا المفروض اخلي اشارة موجبة. خلوها انتم بالمحاضرات اللي ارسلتها لكم وطبعتها. الفانكشن الاخرى اللي يريدها من عندي هي المومنت بنقطة B. المومنت بنقطة B، اجي اول مرة اخلي اللود هنا عندما يكون اكس صفر، اخلي اللود هنا قيمته واحد، هنا يصير عندي عزم؟ طبعا ما يصير عندي عزم لانه بعيد عن اللود، واي لود هنا ماكو اذا اخذت فري بودي دايجرام، فراح يكون هنا عندي صفر. اذا خليت اللود على مسافة ثلاثة من نقطة A ايضا ما راح يعطيني، واذا خليته ايضا على نفس النقطة B، اذا اخذ قطع هنا واخذ عزم حول نقطة B راح ينطيني صفر، لانه اي لود هنا
ما عندي يسبب لي اي عزم. مجرد اتحرك اللود صار على مسافة 9 من نقطة A، يعني معناها على مسافة 3، يعني هنا اللود راح يكون كأنه على مسافة 3 من نقطة B، فمن اخر سكشن هنا راح اكو عزم يسبب لي، لانه هنا اكو شير وهنا هاي القوة مقدارها 1 في 3 راح يكون عندي 3 بس بالماينص. ليش؟ لانه ايضا يسبب لي تنشن بالاعلى كومبريشن بالاسفل. فاذا عندما ما يكون اكس قيمته 9 المومنت بنقطة B راح تكون قيمته ناقص 3. اخر شيء احركه للود اخليه هنا على نقطة النقطة الأخيرة، فمن آخر سكشن هنا بنقطة B راح يكون 1 في 6 بالناقص راح يكون ناقص 6. فمن أجي أرسم هاي النقاط الأكس هذه وهاي قيم المومنت اللي هي راح يكون بالواي دايركشن أو بالواي أكسس، راح تكون عندي بهالشكل. من إلى أن يوصل إلى نقطة B هو كله صفر، يبدي يزيد عندي بالسالب، هنا راح يكون ناقص 3 وهنا راح يكون عندي ناقص 6. فهذا هو الانفلونس لاين بالنسبة للمومنت بنقطة B. ارجو ان تكون واضحة. هذا اخر مثال، ان شاء الله اسجل المقطع الاخر هو الجزء الثالث بالانفلونس لاين عن الطريقة الثانية اللي هي طريقة المعادلات، حتى ما تطول ويسهل علي ارفعها باليوتيوب. راح اكتفي لحد هنا وإن شاء الله باكر أنزل المحاضرة الثالثة، وشكرا جزيلا لكم.